كمدرب انصح الانسان ان يمارس الرياضه بشهر الطاعه بالذات، يعني لان الجسم هنا حيكون قليل الغذاء به، فراح الجسم اثناء التمرين يستهلك الدهون المخزنه والطاقه الزائده. الوقت المناسب للتمرين بشهر الطاعه هو بعد الافطار بساعتين الى 3 ساعات. التمرين قبل الفطور الجسم يكون قله ماء، فيكون جفاف اذا تمرن قبل الفطور. انصح الرياضي بشهر رمضان بين يسحر من وقت حتى بعد ساعه من السحور يشرب بروتين احماض امينيه حتى تخزن بجسمه لطول اليوم، لان بهذا اليوم 15 ساعه اقل شيء راح يصير عمليه هدم بعضلات. يجب ان يكون السحور مالته غني بالكربوهيدرات العاليه والبروتينات، اضافه للفاكهه، ويبتعد عن الشاي والقهوه لان تسوي جفاف اثناء اليوم. رمضان كريم ورمضان يوحدنا ان شاء الله وينعاد عليكم بالخير وعلى العراق جميعا.